في مشاهير كتير جدا عرفناهم من حراس مرمى الساحره المستديره. اكتر ناس في ذاكره مشجعي الكره هم اللي استمروا في حراسه المرمى بس بعد سن الـ40. دول حراس المرمى اللي نجحوا في ان هم يكسروا قوانين الكره الغالبه في العالم والاستمرار في حراسه المرمى. خلينا نروح نتابع التقرير ده. في عالم الساحرة المستديرة كل شيء متاح داخل المستطيل الأخضر، الهدف والغاية ليست لها حدود. متعة الجمهور قد تتوقف على هدف أو فوز أو بطولة أو اللعبة الحلوة أو مشاركة لاعب لدقائق محدودة. لهذه الأسباب ظلت هي اللعبة صاحبة الشعبية الجارفة في جميع أنحاء العالم، ولأن قوانين ممارستها لا تخضع لعمر أو جنسية أو عرق أو دين أو شخص، فقد بات فقط الاجتهاد والإيمان بالقدرة على النجاح هو طريق كل من يمارسها داخل المستطيل الأخضر. ومع استمرار الحارس التاريخي للكرة الإيطالية جان لويجي بوفون في ممارسة لعبة كرة القدم بعد أن تخطى عامه 42 ونجاحه في الفوز بالدوري الإيطالي رفقة فريقه يوفنتوس، نلقي الضوء على مسيرة بعض من حراس المرمى حول العالم الذين نجحوا في كسر قوانين الطبيعة والاستمرار في حراسة المرمى بعد أن تخطوا سن 40. البداية مع الحارس الإيطالي دينو زوف، وهو من مواليد عام 1942، لعب لأندية أودينيزي ونابولي واليوفنتوس، وقاد منتخب إيطاليا للفوز ببطولة العالم عام 82 في إسبانيا وعمره 40 عاما آنذاك. ومن زوف إلى الحارس الإنجليزي الشهير بيتر شيلتون، وهو حامل الرقم القياسي في عدد المشاركات الدولية مع منتخب إنجلترا برصيد 125 مباراة دولية، وشارك في نهائيات كأس العالم أعوام 1986 و1990، ثم اعتزل اللاعب الدولي عام 1990 بعد أن تجاوز 40 من عمره. وإلى زميله الحارس الإنجليزي الشهير جاردون بانكس، الذي ولد في ديسمبر عام 1937 ولعب لأندية ليستر سيتي وستوك سيتي، وشارك في فوز إنجلترا بكأس العالم نسخة عام 1966، كما لعب بطولة 70 في المكسيك، واعتزل عام 73 مع نادي نيويورك ريد الأمريكي بعد أن تخطى 40 من عمره. وإلى العملاق الهولندي فاندر سار، الذي ولد في أكتوبر عام 1970 ومثل المنتخب البرتغالي في 130 مباراة دولية ولعب لأندية آياكس الهولندي واليوفنتوس وفولهام، وهو الحارس التاريخي للمان يونايتد الذي قده بنجاح حتى نهاية عام 2011، وهو العام الذي قرر بعده اعتزال اللاعب الدولي والعودة لنادي آياكس بعد أن تخطى عامه 40. نفس الأمر مع الحارس الألماني أوليفر كان، الذي ولد في يونيو عام 1969 ومثل منتخب ألمانيا في الفترة من 1995 وحتى 2006. تم اختياره كأفضل لاعب في نهائيات كأس العالم 2002 والتي حلت فيها ألمانيا وصيفة للبرازيل حاملة اللقب، واعتزل في عام 2008 بعد أن اقترب من 40 عاما. وأخيرا في جنوب القارة السمراء والحارس الزيمبابوي الشهير بروس غوربيلار، وهو الحارس الشهير لنادي ليفربول الإنجليزي، لعب للعديد من الأندية أبرزها ليفربول وستوك سيتي وساوثهامبتون وشيفيلد يونايتد، ولعب لصفوف منتخب زيمبابوي في الفترة من عام 1981 وحتى عام 1997. اعتزل كرة القدم عام 1999 بعد أن أكمل عامه 42، وكان أبرز العناصر المؤثرة في المباراة الشهيرة لمصر أمام زيمبابوي والمعروفة بواقعة الطوبة عام 1993.